طيب خلينا نطلع لتقرير تاني برضو عرفكم فيه على رنا عادل. رنا عادل كانت من الأطفال يعني من بداية الطفولة كده بيكون وزنهم زيادة شوية، لما كبرت شوية بعدين وصلت للعشرينات وزنها بقى زيادة شويتين، وصلت لأكتر من 120 125 كيلو تقريبا. وطبعا تقدروا تتخيلوا انه بنت في بداية يعني او في منتصف سنوات المراهقة يكون وزنها تقريبا 130 كيلو، ايه اللي هيحصل لها؟ خلينا نشوف صورتها بعد اذنك يا مريم، نشوفها كلنا. ده كان في 2009، كان ساعتها رنا عندها يعني 21 22 سنة. ده كان الوزن، وكانت بتتعرض الى كم من التنمر والتريقة من اللي حواليها، هي نفسها متضايقة مش عارفة تلبس مش عارفة تتحرك، لأن بدأت كمان الحركة عندها تتأثر بشكل كبير، لأنها دخلت بقى مش في مرحلة دي وزنها زيادة أصلها تخينة شوية، لا دي دخلت في مرحلة السمنة المفرطة، والسمنة المفرطة بتيجي بإيه؟ بتيجي بأمراضها. لكن خلال 10 سنين قدرت ان هي تاخد قرار بان هي لازم تخس، لازم تخس عشان شكلها يكون افضل، لازم تخس عشان صحتها تكون افضل. ورانا خلينا نشوف الصورة التانية اهي، فلو حطينا الصورتين جنب بعض زي كده بيفور اند افتر، قبل وبعد، قدرت رانا تتحول من البنت اللي مش بقول انه المشكلة بس في الوزن الزايد، لان في ناس بتبقى متقبلة نفسها جدا جدا وزنها زايد بس هي متقبلة نفسها، لكن المشكلة هنا انه رنا كان عندها مشاكل صحية، كانت بتتعب، كانت ما بتقدرش تمشي بالشكل الكافي، كانت ما بتقدرش تعيش حياتها او ان هي تلبس اللبس المناسب حتى لسنها، لكن قدرت زي ما قلت لكم في خلال سنوات بسيطة ان هي تخسر تقريبا 70 80 كيلو وتصل الى الوزن والشكل اللي هي تكون راضية عنه. انا كنت 124 كيلو قبل 11 سنه، ما كنتش بقدر اخد نفسي، ما كنتش بقدر اطلع السلم، ما كنتش بقدر اتحرك، غير بقى الامراض التانية يعني امراض كتيره بقى. نزلت من 124 ل 57 كيلو. انا اسمي رنا عادل، خريجه اعلام اتصال جماهيري، عندي 36 سنه. انا كنت 124 كيلو، طبعا ما كنتش عايشه حياتي بشكل زي اي بنت، يعني كنت في تنمر عليا جدا، ما كنتش بقدر اخد نفسي، ما كنتش بقدر اطلع السلم، ما كنتش بقدر اتحرك، والاهم من ده كله ان انا اصلا ما كنتش بلاقي اللبس بتاعي بكل سهوله. يعني كان متنمره قوي، يا عيني صغيره بالشكل الكبير. انا مش متجوزه، يعني كانوا بيقولوا عليا جدو او تيتا او جدتي، مدام يقولوا عليا مدام. كانوا لما بابا والله كان لما بابا بيركب معايا اي مواصلات كانوا مفكريني انا مدام، بابا جوزي يعني، مع ان بابا كبير يعني. فدي كانت حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره قوي ان انا كان سني صغير وشكل كبير، غير طبعا مقاومه الانسولين، غير بقى الامراض التانية يعني امراض كتيره بقى. كنت داخله كمان في سكر النوع الثاني، بس الحمد لله لحقت نفسي. افتكر موقف كده، كنت رايحه اجيب لبس، كانت ماما معايا، فهي بتقول لي ده كويس يعني، فقال لها لا لو ليكي ليها يبقى في هنا مقاسات خاصه في محل تاني يعني. من يومها وانا عمري ما انسى الموقف ده، فات عليه سنين وعمري ما انساه بصراحه. انا في البدايه كنت ماشيه على السعرات، نظام السعرات، كنت باكل على حسب السعرات بتاعتي، على حسب الهدف بتاعي والنشاط بتاعي. لما كنت بخس في البدايه خالص نزلت من 124 ل 57 كيلو، كان نزول وزن صافي دهون الحمد لله، من بدون اي عمليات بدون اي جراحات. نزلت بقيت نحيفه جدا، كنت بلعب كارديو وحديد الاثنين. بدات بقى ان انا عايزه ازود كتله عضليه، فبدات ان انا ازود الاكل شويه 300 500 سعره، لان انا ببني. بدأت احترف بقى حديد اكتر، حاليا بلعب من 71 كيلو ل 76 كيلو عضل. دلوقتي بعد لما انا خسيت فرق في كل حاجه، بقيت ثقتي اعلى في نفسي، بقيت بعرف البس براحتي اللي انا عايزاه،
في الصور شكلي مميز، لدرجه ان هم بيسالوني انت عامله تجميل، انت عامله نحت، انت شديتي، ما عملتش اي حاجه. انا بنصح الناس ان هم بلاش يخدروا نفسهم، يقولوا لك لا احنا نعيش حياتنا وناكل، مش حاجه اسمها كده. انا بخس عشان نفسي مش عشان الناس، وانا حلو كل حاجه، وهو تخين ودمه خفيف، بس لو خس برضه يبقى دمه خفيف اكتر. لو خس هيكسب صحته، هيكسب شكله هيبقى اجمل، هيبقى احلى، لان مهما قال الشخص الممتلئ ما عندوش ثقه في نفسه مهما قال.